ايه السلامات، اليوم هنكمل الشورت باولز. اخذنا الشورت اي شورت اي، اليوم هناخد الشورت اي. كيف بنلفظ الشورت اي؟ بيب اي، كأنه في كسرة، كأنه حرف الياء بالعربي. بيب، ريب، كريب. كريب يعني سرير الطفل الصغير بيسموه كريب. لك، سك، بيك، فيكس، ميكس، بيكس. لاحظوا هون ضفنا هاي بيك وهون بيكس، ضفنا الاس. كيد طفل، ديد اللي هي الفعل الماضي لا دو. جريد جريد. سويم فعل المضارع يسبح، بالماضي اخذناها سوان. اوكي. هم اللي هو الضمير الغائب. سلم سلم. في بعض الطالبات عندهم مشكلة لما يكون في حرفين ساكنين، بدنا نتعلم كيف نلفظهم مع بعضهم بدون أي حركة بيناتهم. حرفين ساكنين سلم سلم. زيب، يمكن الكل صار بيعرف لما بكتب العنوان تبعك هون بأمريكا بدك تحطي شيء اسمه زيب كود، اللي هو آخر الخمس أرقام اللي بتحطيها بالعنوان تبعك زيب كود. ديب سكيب، نفس الشيء بدنا نتعلم كيف نوصل السين والكي مع بعضها. سكيب. جيفت ليفت شيفت. بيج وبيج. بيج يعني خنزير، big يعني كبير، شيء كبير. وكمان بدنا دائما ننتبه على حرف ال P حرف ال B. wig اللي هي الباروكي أو الشعر المستعار. hill bill و pill. bill فاتورة، عم تجيكي فاتورة كهرباء، فاتورة مي. البيل أو أي فاتورة. pill اللي هي الحبة، حبة الدواء، تاخدي one pill a day مثلا. اوكي، فبدنا نفرق بين البي والبي. نفس الشيء بن وبن، كتير مهم نلفظ حرف البي لأنه في كتير كلمات كتير بتختلف المعنى. لما بتقولوا البن بتقولوها بن، بن يعني حاوي. pen اللي هو بتجي بمعنيين، دبوس أو كتير هلأ تستخدم دائما بدك ال pen number الرقم السري. ال pen number لما بتفوتي على ويب سايت بتحطي اليوزر نيم وال pen number الرقم السري. لما بتستخدمي الديبت كارد بدك الرقم السري ال pen number. sniff نفس الشيء، عندي حرفين ساكنين بدنا نوصلهم مع بعضهم. سنف، خصوصا لما الكلب بيشم هاي الحركة هي سنف. كليف كينج رينج. ويسك، لما ويسك الاتش هون شوية هوا تطلع ويسك. لما بتمزجي البيض يو ويسك. تمام. هنت، اذا حدا عم يحذرك حذيره بتقولي له اعطيني هنت، اعطيني تلميح. تنت كيس، كيس يعني يقبل او قبله. مس، مس تجي بعده معاني، مثلا مس مس سارة يعني الآنسة سارة،
أو مس I miss you يعني افتقدت لك اشتقت لك، تمام؟ أو بتجي ملكة الجمال ف مس تجي عندك معاني. his لاحظوا هون ال S هاي بدي اياكم تنتبهوا لها، خليني احطها بغير لون عشان تنتبهوا انه بنكتبها S بس بنلفظها Z. his بنلفظها بهالشكل كأنه هيك تلفظ، خليني حتى بس بشكل انه بهالاسلوب بنلفظها his، تمام؟ his نكتب S بس نلفظ Z. frizz إذا حدا شعره مجعد frizz. is اللي هو الفعل المساعد يكون is كمان نكتب S بس نلفظها Z sound. fish سمك ال S وال H قلنا بنلفظها sh sound. dish اللي هو صحن طبق. wish أمنية make a wish لما يكون في عيد ميلاد قبل ما ينفخوا الشمعة بتقولي له make a wish. witch صارت الساحرة. stitch stitch لاحظوا في عدة أحرف ساكنة بس عندي حرف صوتي واحد اللي هو ال I، فمشان هيك بدي الفظها short I stitch. إذا واحد جرح حاله راح على المستشفى قطبوا له مثلا 3 قطب معناتها 3 stitches، تمام؟ stitch. rich it هو أو هي غير العاقل. spit لما الواحد بيبزق spit. list fist wrist يوقف هون على wrist. لاحظوا W تكتب ولا تقرأ، وهلأ صار عم يمرق معنا كتير شغلات بالكتابة شيء واللفظ شيء تاني. نكتب W بس ما بنلفظها wrist اللي هو المعصم، معصم الإيد wrist، تمام؟ هلأ لقيت بعض الكلمات اللي هتني more than one syllable. شو يعني؟ يعني في عندي كلمات ممكن أقطع هالكلمة لقطع لعدة مقاطع. أخذنا short A واليوم عم ناخد short E مثل panic. panic يعني واحد زعل رعب panic. لاحظوا panic كتبت لكم كيف بنلفظها كأنه هني قطعناها مقطعين panic panic. short a short i فصار فينا هلا نلفظ بعض الكلمات اللي فيهم short short vowels. أخذنا ال A أخذنا اليوم بناخذ ال I. لاحظوا pick nick قسمناها لقسمين pick short I nick short I. pick nick اللي هي النزهة، تروحي picnic تروحي على البارك تروحي نزهة. tragic tragic شيء مأساوي tragic. perish perish بمعنى الإبادة perish يهلك يموت هيك شيء تجي perish. لاحظوا short e وشورت i perish perish. ساندويتش ساندويتش بالضبط كأنه عندي ويتش هاي سي اتش
sandwich. تمام؟ فصار فينا نقرأ بعض الكلمات اللي فيهم short vowels: panic, picnic, tragic, perish, sandwich. نجي للقسم الآخر. هلأ بدنا نقارن كيف بيختلف الشورت vowels: bad, bed, bid, sat, set, sit, fad, fed, fid, pan, pen, pin, pack, peck, pick, mat, met, mit, rad, red, red, ham, hem, him. لاحظت الفرق بين الشورت A, شورت E, شورت I. نجي للهومورك. Read the following words. اقرأي الكلمات التالية. Thin. لاحظوا TH. Less. TH. حتى بغير لون مشان تميزوها. Thin. Six. Six. Trick. Chip. Ship. كمان بدي اياكم تنتبهوا على ch وش. هاي chip. Chip يعني رقاقة. مثلا اللي عنده كلب او شيء هلا بحطوا له chip رقاقة براسه فيها المعلومات مين صاحب الكلب. chip. تمام. ship سفينة. كتير مهم نميز بين ش وش ساوند. تمام؟ لقيت بعض الطالبات بيقولوا ما بيلفظوا ش. لا ش. شيب. تفرق عن الشيب. كأنه هون في تي بأولها. شيب. ويتش. أي which one. أوكي. التي. risk. risk يعني خطر. bit. بعض الشيء. مثلا بدك تاكلي جوعاني a little bit. bit. a little bit. بعض الشيء. well. سوف. his. his book مثلا كتابه له طبعا his book. تمام. dismiss. dismiss يعني استبعد. استبعاد. لاحظوا هون في عندي حرف الاي حتى باللون الاحمر وعندي حرف الاي هون تمام بحطها باللون الأحمر لأنه صار عندي this miss. miss مثل ما حكينا في كلمة اسمها miss. اشتقت أو استفقدت أو miss سارة. this miss صار أقال استبعد. التنتين short صرنا نقدر نقسم الكلمة ونقولها بالشورت I. rapid سريع. okay. rapid fast quickly سريع. rapid. نجي للجروب. عندي group of words. بدي اياكم تفرقوا ما بين ال short vowels. اخذنا ال A اخذنا ال E واليوم اخذنا ال I. pip, pap, pip,
big bag big tan tan tin can can kin mess mass miss mess فوضى mass اللي هي الكتلة أو الإداس mess اللي هي استفقت لك استوحشت لك. ولاحظوا هاي الكلمات مستخدمة كتير بالحياة اليومية. mess لما ابنك بيعمل فوضى بيعمل mess بالبيت mess. mass مثل ما قلنا الإداس أو ممكن تكون كتلة. miss أخذناها قبل شوي اللي هو اشتقت لك I miss you اشتقت لك. read the following sentences. then bit Nick and Jill. yes the big bat is in the red bag. The big bat, يعني الخفاش الكبير, is يكون in the red bag, في الحقيبة الحمراء اللون. Rick will rip the big red lid. Rick سوف يمزق الغطاء الأحمر الكبير. Lid غطاء red أحمر big كبير. ف Rick will rip يعني سوف يمزق the big red lid. تمام؟ لهون بيخلص الدرس. مثل ما حكينا مثل ما بنعمل في الدروس السابقة هخلي الكمبيوتر يحكي الوظيفة وبعدين بنسمع من شخص أمريكي الوظيفة. سلامت. Homework. Read the following words. Fin. Six. Trick. Chip. Ship. Which. Risk. Bit. Will. His. Dismiss. Rapid. Read the groups of words below. Pep pap pip. Beg bag big. Ten tan tin. Ken kin kin. Mess mass miss. Read the following sentences. Vin bit Nick and Jill. Yes, the big bat is in the red bag. Rick will rip the big red lid. Read the following words. Fin. Six. Trick. Chip. Ship, which, risk, bit, will, his, dismiss, rapid. Read the groups of words below. Pep, pap, pip, beg, bag, big. Ten, tan, tin. Ken, can, kin. Mess, mass, miss. Read the following sentences. Vin, bit, Nick, and Joe. Yes, the big bat is in the red bag. Rick will rip the big red lid.